رحيم، النهارده يوم تضامنا مع اخواتنا وزمايلنا واولادنا المصريه للاتصالات. معلش انا صوتي رايح، وبقالنا من يوم الاربعاء احنا بنزعق، من يوم الاربعاء واحنا في مشكله، واتطورت وبقت حدث، وبعد الحدث بقى اعلامي، ولقينا فيه اتهامات باطله لابناء المصريه للاتصالات بان هم اتقال عليهم ان هم بلطجيه، وان هم اتقال عليهم ان هم ماجورين من بره. المهم دخلنا في قصه ثانيه، ان في تحدي ما بين شخص اللي هو يعتبر رئيس مجلس اداره محمد بيه عبد الرحيم، وتحدي ما بين نسبه 90% من موظفين الشركه مش هتخرج، لا هخرج مش هتخرج، من 9 الصبح يوم الاربعاء لغايه ثاني يوم الخميس الساعه 7 تقريبا او 6:30، تم استخراجه عن طريق المكاتب المجاوره، وطلع من مكتب تاني غير اللي كان فيه. وبعد كل الفتره ديت غفلونا وقالوا ان هو لسه مازال جوه، والناس هديت وطمنوهم في خروجه بملايه كده او بستاره، طلع بره وهوب الجيش فتح الاساسير وفي ملك كان بره. الموضوع تطور وخدوا ناس مننا 14 نفر منهم، ويعني دي حاجه انا المفروض ما اقولهاش، هقولها. انا فوجئت ان اسمي كان منهم، فوجئت ان اسمي انا شخصيا كان منهم وانا بره، ان هم اعتدوا وعملوا وسووا. واخد بال حضرتك؟ الناس خلاص بقى في نص الكلام كذب ونص الكلام بقى حقيقه، ويمكن ثلاث ارباع الكلام، وفي ناس ما تعرفش حاجه وبتنفخ في الموضوع وبيتكلم. الموضوع مش هطول على حضرتك. دخلنا في امن دوله ودخلنا في نيابه، سمعنا دلوقتي ان الناس بعد ما اتحجزوا خدوا 4 ايام في 15. زمايلنا في السنترات الثانيه عرفوا الخبر، بداوا قطع الخدمه يا شيخ. جالنا خبر دلوقتي من المطريه ومن عين شمس ان الموضوع بدا فيه فصل خدمه نهائي، فاحنا كده داخلين بردك في نفق مظلم. ماشيين بطريقه سيب ونسيب، مين اللي هيسيب الاول؟ انت تنازل؟ لا، هم اللي وحشين. طب احنا مش هنسيبك لغايه ما الموضوع هيبتدي يخش في حته عصيان في العمل، ولو دخلنا في عصيان في العمل ما اعرفش بقى انها تبقى ايه. وعامه هي كلمه واحده، الشر اللي هيبقى موجود دلوقتي حاليا هو دوت، عفوا، المصريه للصلاه خارج نطاق الخدمه. شكرا.